مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج فكر وفن، وسنتناول في هذه الحلقة ظاهرة استغلال المشاهير لمحبة الجمهور خدمة لمصالحهم في تنام مستمر على مواقع التواصل الاجتماعي. بعد غيابه عن برمجة أيام قرطاج السينمائية، إجماع النقاد بشأن تميز فيلم قدر وإقبال جماهيري في دور السينما بتونس. لم يكن أكبر المنجمين قبل 3 عقود كان سيتنبأ بظاهرة استغلال المشاهير فنانين أو نجوم السوشيال ميديا سلطة محبة الجماهير لخدمة مصالحهم سواء مع أو ضد. الظاهرة التي كانت لصيقة برجال السياسة تحولت إلى اهتمامات أهل الفن. بعد الانتشار الكبير لمواقع التواصل الاجتماعي وتغلغلها في حياة الناس، بات مشاهير السوشيال ميديا وبعض الفنانين يضعون شعبيتهم على المحك، ليس فقط عبر إشراكهم لمحبيهم في حياتهم العادية، بل بلغ بعضهم حد مشاركة الناس بعضا من التفاصيل اليومية التي كانت في الأمس القريب تقتصر على أفراد أسرته أو أقرب أصدقائه. بعض المهتمين يرون بأن ظاهرة مشاركة المشاهير والنجوم لتفاصيل حياتهم تحمل في طياتها بعضا من التحامل على الجمهور عبر توريطه في حرب ضد نجم آخر أو فرد من أسرة النجم، ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل يتعداه إلى دعوته مرة أخرى لمصالحته والتنويه بالصلح الذي تم بينهما. والأمثلة في وطننا العربي أضحت تتكاثر يوميا بأعداد لا متناهية. فهل من حق المشاهير استغلال محبة الجمهور فيما يخدم مصالحهم الشخصية، أم أنه من الضروري تنبيه المشاهير لعدم دغدغة مشاعر الجمهور من أجل توجيه لخدمة قضية خاصة يتخذ على إثرها موقفا ربما يكون ظالما ضد أشخاص في خلاف مع المشاهير؟ للمزيد تنضم إلينا من القاهرة الكاتبة الصحفية والناقدة الفنية حميدة أبو هميلة. سيدة حميدة، مرحبا بك معنا على سكاي نيوز عربية في فكر وفن. كيف يمكن قياس ظاهرة استغلال نجوم الفن لجماهيرهم؟ هل نتحدث عن ظاهرة محدودة في عالمنا العربي أم آخذة في الانتشار؟ للأسف هي آخذة في الانتشار، هي عربياً وعالمياً كمان. الموضوع بينتشر بصورة غريبة جداً، لكن خلينا نأكد أنها مرتبطة بالسوشيال ميديا، لأن من زمان للمشاهير نجوم الفن الرياضة الإعلام عندهم جماهير عريضة، لكن ما حسوش بالاستحقاق أو بالظهير الجماهير العدد الضخم إلا بعد توغل السوشيال ميديا في حياتنا وفي حياتهم قبل كل شيء. فالقصة مرتبطة تماما بمواقع التواصل الاجتماعي وبالشعور بأن أنا أملك سلطة على هذا العدد الكبير من الفانز أو الفولورز، بيدينا شعور بيدي النجم مثلا او المؤثر شعور بالنشوة او بالاستحقاق، بيخليه يتصرف بالشكل ده، ان هو ممكن يستعمله، ممكن يمارس سلطته عليه، قد تكون بوعي او بدون وعي على فكرة. حميدة، ما الذي يجعلنا نحكم على ان نجوم الفن يستغلون جمهورهم، يستخدمون هذه السلطة التي تحدثت عليها؟ الا ترين بان الجمهور في حد ذاته ينشئ كتائب، ينشئ جيوش من المحبين على مواقع التواصل الاجتماعي لدعم هذا الفنان أو ذاك من تلقاء أنفسهم ومن دون أي توجيه من هذا الفنان؟ ده حقيقي، هو قد بينشئ مجموعات أو كتائب زي ما بتقول، لكن بتكون شيء محمود، بتكون في إطار محبة الفنان، وإن إحنا بندعمه في فنه في شيء ما، بنعمل أعمال خيرية باسمه، ودي كلها أشياء محمودة. حتى لو الفنان أو الرياضي أو المؤثر نفسه ناشد الجماهير إن هم يتجهوا للأشياء دي، ده شيء طيب جدا، لكن كوني أستغله في شيء سلبي، مهاجمة مؤسسة ما أو مهاجمة عمل فني ما أو مهاجمة شخص ما، ده تحريض. اعتقد ان هو يسمى تحريض. واللافت ان بعد فتره من الزمن ممكن المؤثر نفسه او النجم او المشهور يغير رايه 180 درجه ويجي يطلب من نفس الجمهور نقيض. فهنا استخدام للجمهور ومش علاقه صحيه او طيبه بالمره.
حميدة، هل لدينا نماذج حصل معها هذا النزيف في الجمهور، انقلب عليها الجمهور بسبب ما تراه ربما استغلالا؟ طبعا طبعا حصل، وحصل مؤخرا انقلاب على شخصية ما لأنها أساءت استخدام شعبيتها تماما، وظهرت بشخصية متناقضة ولم تقدر قيمة المحبة أو الشعبية اللي هي فيها، فالموضوع تحول تماما تماما. وعلى فكرة في وقت قياسي، السوشيال ميديا زي ما هي ادت للشخصيات دي القوة والإحساس بالاستحقاق، لا هي كمان في وقت قياسي ممكن تنزع عنهم الهالة والقداسة بسبب ان المواقف على الهواء مباشرة وبتعرض قدام الناس، مش عبر وسيط. فطبعا العقاب فوري وقاسي وحدث ويحدث. يعني كيف يمكن تقليص ظاهرة استباحة حياة الفنانين لدى الجميع؟ كيف يمكن تقنين هذا الاستغلال؟ هل يمكن الذهاب حتى إلى الأمور القانونية في حال ما بات الفنان يشكل خطر؟ أظن الموضوع حديث نسبياً في العالم كله، وقد يحدث الأمر بشكل التحريض أو الاستغلال بشكل مباشر أو غير مباشر، فالفكرة الشق القانوني محتاج بحث أكتر. لكن أظن أن احنا ممكن نقلص الظاهرة عن طريق اللجوء لمكاتب الاستشارات الإعلامية، بمعنى أن الفنان أو المؤثر أيا كان مجاله يعطي الفرصة لإدارة أعماله المتخصصة في إدارة شؤونه مع الجمهور، في إدارة مواقع التواصل الاجتماعي، فيما يتعلق بتواصله مع وسائل الإعلام. لازم يكون عندنا ثقافة عند الفنانين العرب تحديداً، ثقافة تقدير الإدارة الإعلامية والمستشارين الإعلاميين ومدير الأعمال، لأن الأمر ده بيقلص كثيراً أزمة الوقوع في أزمات في مشاكل من النوع ده. نعم، شكراً جزيلاً لك حميدة أبو هميلة، الكاتبة الصحفية والناقدة الفنية، كنت معنا من القاهرة، شكراً جزيلاً لك. إلى عالم الشعر والأدب، حيث رحل عن عالمنا الأسبوع الماضي الشاعر والأديب اليمني الكبير عبد العزيز المقالح عن عمر نهز 85 عاماً. المقالح يعد أحد العلامات البارزة في تاريخ الشعر العربي المعاصر. أديب اليمن الأكبر قضى حياته في التحصيل العلمي والعملي وفي الجانب الإعلامي الإذاعي وفي النضال الوطني والعمل الأكاديمي والأدبي والثقافي. قضي فيلم قدر التونسي للمخرجة إيمان بن حسين باهتمام النقاد والجماهير بشكل كبير، رغم قرار المنع الذي تعرض له في عدم برمجته في مسابقة الأفلام الرسمية بالدورة الأخيرة من أيام قرطاج السينمائية. حنانة والمحبة وسيلة الرحم. لم يقف قرار عدم إدراج فيلم قدر التونسي ضمن قائمة مسابقة الأفلام الرسمية بالدورة الأخيرة من أيام قرطاج السينمائية أمام نيله مكانة متميزة لدى غالبية النقاد والفنانين الذين شاهدوا الفيلم في عرضه الأول.
ورضعتيه حليب الشواطين. وتظل جرأة قصة فيلم قدر للمخرجة إيمان بن حسين في طرح قضية تغوص في عالم الممنوع عبر قصة طبيب شرعي أماطت اللثام بواسطته عن الشبكات السرية وكيفية اشتغالها. ببساطة قصة الفيلم تحكي الإشراف على تجنيد طبيب منذ طفولته من أجل تنفيذ مهمة داخل منظمة مأجورة. البطل ومع توالي الأيام سيعجز عن تنفيذ ما أمر به من طرف الشبكات السرية، ليتسلل إلى ذهنه سؤال استفزازي يتعلق بالموقف الذي فرض عليه. هنا شق عصا الطاعة معلناً استعادة إنسانيته وحريته التي كادت تضيع منه إلى الأبد. ساعة وثمان وأربعون دقيقة كانت المدة الزمنية لفيلم قدر. استطاعت من خلالها المخرجة إيمان بن حسين نقل صورة الصراع بين الشخصيات وتضاد مشاعرها الخيرة والشريرة بلغة سينمائية واقعية ربما أزعجت أصحاب القرار، فجعلتهم يغضون الطرف عنه بعدم إشراكه في المسابقة الرسمية لأيام قرطاج السينمائية. تنضم إلينا لمتابعة هذا الموضوع من تونس مخرجة الفيلم، مخرجة فيلم قدر إيمان بن حسين. سيدة إيمان، مرحبا بك معنا في فكر وفن. فيلم قدر مرغوب من الجماهير والنقاد لكنه منع في أيام قرطاج السينمائية، ما الذي يحصل مع هذا الفيلم؟ أهلا وسهلا، مرحبا بكم، شكرا على الدعوة. مرحبا. والله هو احنا كمخرجين وكصناع في هذا المجال الأفلام نعملوها للجمهور، الجمهور قال كلمته، يعني ما نتصورش انه فما نجاح او فرحة تضاهي الفرحة اللي نعيشوا فيها احنا صناع الفيلم، فيلم قدر، فريق فني او فريق تقني، اللي نعيشوا فيها كما قلت اليوم، واللي هي النجاح الجماهيري والإقبال الجماهيري الكبير اللي قاعد يلاقي فيه الفيلم اليوم. 5 أسابيع على انطلاق بثه والقاعات مليئة والجمهور معجب بالفيلم ويشيد بالفيلم، يعني آلاف المهرجانات لا تضاهي ما نعيشه اليوم من فرحة ومن انتصار ومن نجاح فيلمنا قدر والحمد لله. ولكن ما مدى وجاهة اعتراض السلطة المنظمة مثلا لمهرجان قرطاج أو حتى السلطة السياسية على مثل هذا النوع من الأفلام؟ احنا في تونس الحمد لله السلطة السياسية او احنا يعني عنا حرية التعبير. انا في مصر لما عرضته في مصر الفيلم بعض النقاد قالوا لي انتم ما عندكمش رقابة في تونس، احنا الحمد لله عنا حرية التعبير، الفيلم عملته دون اي رقابة وخرجته دون اي رقابة وللآن يتعرض، ما لقيت حتى اعتراض او حتى مشكل في السياق هذا. بالنسبة للمهرجانات كما ايام قرطاج السينمائية كما مهرجانات اخرى، يعني هناك مواضيع هي خط أحمر في المهرجانات، هناك مواضيع لا تتماشى مع سياسة المهرجان، يعني بالنسبة لي صدقا ما هيش يعني المشكلة الكبيرة اللي حقيقة يعني كيفاش نقوله اللي يعني فقدت خليتنا نفقد الأمل في أنه الفيلم تاعنا يلاقي نجاح أو يتقدم أو الفرص متاعه تقل. لا الحمد لله أيام قطاع سينمائية كما أي مهرجان آخر ما تمش قبول الفيلم فيه، وبصفة عامة الفيلم لم يتم قبوله في المهرجانات العربية لكن تم قبوله في المهرجانات الغربية والحمد لله. وإن شاء الله بعد كأس العالم نبدأ العروض في المهرجانات والعروض خارج تونس أيضا. ما المميز في هذا الفيلم عن بقية الأعمال السينمائية حتى يحظى بهذا الإجماع لدى الجمهور؟ الفيلم منذ كتابته احنا اخترنا الطريقة النولينيير اللي هي الطريقة الغير خطية للفيلم، يعني انك تجيب احداث مختلفة، شخصيات مختلفة، ازمنة مختلفة وتحطهم يعني للمشاهد وتشرك المشاهد فيهم ويحاول المشاهد انه يحل لغز هالقصة هذه حتى للنهاية وتشده من البداية للنهاية. طريقة كانت شوية الجمهور التونسي والجمهور العربي خليني نقول مش متعود عليها، الطرح، جرأة الموضوع، الفيلم الواقع، فيلم يمثلنا، فيلم أي شخص، أي بلاد، أي دولة تشوف فيها نفسها،
أنا في الفيلم ما حددتش هوية الـ يعني المكان، خليت هو فيلم يونيفرسال، يعني ينجم يصير في تونس، في مصر، في لبنان، في أي دولة في العالم. أيضا تقنيا الصورة كانت مميزة، الصورة كانت تعكس الشخصية، تعكس المشهد، ساوند إفكتس، أيضا الموسيقى، يعني كل شيء كان مختلف. يمكن هذا حاجات ما تعودش بيهم المشاهد المتلقي التونسي. أيضا طيب. الفيلم كان فيلم عائلي 100%، يعني احنا شوية في السينما التونسية يمكن عنا يعني شوية جرأة في الأفلام متاعنا. الفيلم يعني تنجم تتفرج فيه مع عائلتك، مع أمك، مع أخوك، هذاك علاش لاقى إقبال كبير، أيضا إلى جانب قوة الطرح وقوة الموضوع والكل. فهذه كل المكونات ساهمت في أنه ينجح ويلاقي الإقبال الجماهيري كبير، ويصنف أنه يعني نقلة جديدة في السينما التونسية وفي السينما العربية. طيب سيدة إيمان، هل تفضلين الاستمرار في خط الأفلام التي بها جرأة، أم لا تذهبين إلى الأفلام التجارية التي لن تجد إشكالاً وبالتالي يتم بثها في أي وعاء في أي مكان في منطقتنا العربية؟ والله أنا مازلت من الأشخاص اللي يؤمنوا أنه السينما رسالة أولاً، يعني والحمد لله أني عندي الإيمان هذا. السينما إذا ما تحكيش الواقع، وإذا ما تعكسش الواقع، وإذا ما تحكيش على المواطن، وما تحكيش على هموم الشعب، وعلى ما بالنسبة لي ما عندها حتى إضافة، تنجم تكون سينما تجارية. الفيلم قدر، يعني فيلم تجاري واقعي، فيلم دوتور، يعني فيه كل شيء. يمكن أول فيلم أيضا تتجمع فيه كل تصنيفات الأفلام الموجودة، فيلم الواقع، كي نقولوا تجاري نقولوا إقبال جماهيري، يعني الإقبال الجماهيري ما شهدتوش قبل السينما التونسية للآن. قلت لك بعد 5 أسابيع من بث ما أكثرش من فيلم تجاري مثل فيلم قدر. في نفس الوقت هو فيلم يحكي على الواقع، هو فيلم من سينما الواقع، يحكي على المواطن، يحكي على الشعب، يحكي على مشاكل الشعب. فما عنديش تصنيفات معينة، يمكن أنا تغيرت نظرتي نوعا ما الفيلم المقبل، يعني نفس الشيء باش نتجه للجمهور، مانيش باش نستنى المهرجانات. هذه يمكن صار توجه لينا نحن كإنتاج، كشركة إنتاج، أنه الأفلام نعملوها ما نستناوش المهرجانات، احنا عاملين أفلام للجمهور، دونك نتوجه على طول للجمهور، ما نستناوش حتى مهرجان، ما نستناوش حتى حاجة أخرى، أفلامنا الكل باش تكون موجهة للجمهور إن شاء الله. نعم، شكرا جزيلا لك سيدة إيمان بن ياسين، مخرجة فيلم قدر، كنت معنا من تونس، شكرا لك. تحتفي شركة عالمية بمرور 40 عاما على طرح ملك موسيقى البوب الراحل مايكل جاكسون لألبوم ثريلر، الذي حقق أعلى نسبة مبيعات بلغت 100 مليون نسخة عبر العالم. مايكل جاكسون يعد أول فنان يقدم الفيديو كليب على شكل فيلم قصير يخضع لحبكة درامية. عشقت الموسيقى والغناء منذ حداثة سنها، وهي لم تتجاوز بعد 5 من عمرها،
صقلت عشقها بدراسة العزف على آلة العود والبيانو طيلة 9 سنوات. بالموازاة مع دراستها العلمية للموسيقى درست الغناء الأوبرالي، وتوجت عشقها للموسيقى بدراستها الأكاديمية الجامعية في علم النفس والمسرح. إنها الفنانة اللبنانية المطربة المسرحية جاهدة وهبي التي أجرينا معها هذا اللقاء. جاهدة وهبي، مرحبا بك. شكرا لك. تذكريني دائما بزمن العمالقة، صوت قوي تجلي على المسرح، تتجولين في أنماط موسيقية عديدة، الكلاسيكي، الطربي، الجاز، الغناء الصوفي. يعني ما الذي خلق هذه الفسيفساء في شخصية جاهدة؟ أولا أشكرك على مقدمة السؤال، وسؤال جميل. الفسيفسائية ربما هي يعني ولدت معي، وأنا أظن أني بدأت أعشق كل ما له علاقة بالفن منذ صغري، ربما منذ أنا في رحم والدتي. منذ صغري بدأت يعني هيك أدندن الموسيقى، أنظر إلى الأشياء، أحاول أن أعطيها بعدا جماليا، أحاول أن أصبغ عليها بعض من الدهشة. ولعل أيضا حيثما ولدت في البقاع الغربي، تلك الطبيعة الجميلة، وادي البقاع، البقاع الغربي هو يعني ذاك السهل الذي بين جبلين، تلك الطبيعة وأيضا طبيعة الناس هناك ربما أصبغوا علي بعضا من جمالهم، فصرت عاشقة للجمال. وأنت تعرف أن ربما الفن هو الذي يجعل حياتنا أجمل، وهو ما نبحث عنه لكي نبتعد عن بلادة الحياة. فربما كان يعني هيك سعي مني لحتى نهرب من هذا الواقع المرير اللي نحن فيه، لحتى نفتش على فضاءات أجمل، حتى نصير ناس أرحب وأخصب وأحلى وأنقى. أحبك حبي أنت مهتمة كثيراً بالغناء الصوفي، لديك ألبوم كامل بعنوان شذرات في الوجود. ما سر علاقة جاهدة وهبي بالفن الصوفي؟ شذرات في الوجد، الوجد اللي هو يعني التصوف، واللي هو ذاك الهيام، ذاك العشق. أنا قارئة نهمة للشعر الصوفي منذ صغري، وربما ترك في أثر جميل جدا. قرأت شعراء معروفين جدا بالمجال الصوفي، إن كان يعني الحلاج بن عربي، ربيع العدوية، ابن الفارض، وهالكبار. حتى قرأت شعراء مغمورين مش كتير معروفين. أثر في الشعر الصوفي بجماله، وأثر في النهج الصوفي الحقيقة. ولعل ربما شخصيتي أنا كمان يعني نحت نحو هيدا النهج، اللي هو إذا بدك في مثالية نوعا ما مع التعاطي مع الحياة، مع الوجود، مع الآخر، مع الله. بدأت منذ صغري أسأل الأسئلة اللي بيسألوها الصوفيين، وعندما تعمقت في قراءاتي وبدأت أجد هذا الشعر الجميل وأدخل فيه ودندنه وأبحث في إشكالياته وجمالياته، صار عندي هيد، صار نوع من الشغف، صار نوع من الشغف. وكلنا بالحياة بنقول إنه صار مثل إنه هذا الحيز الجميل اللي ممكن فيه تتنفس، تبتعد عن كل الماديات، عن هذا الصخب، عن هذا الضجيج، عن التلوث. فصار مثل هذه الواحة اللي بنلجأ لها، وأنا كفنان ألجأ لها كمان لحتى ربما أعطي أكثر من نسخة عن جاهدة جميلة في نفس الوقت، ربما لأتصفح ذاتي من خلال الغناء الصوفي. حب الهوى وحب لأنك
قد يبدو لنا أن هذا الجيل لا يهتم كثيرا بالطربيات، له ألوانه الخاصة الغنائية، يبتعد عن الكلاسيكيات. هل تجدين صعوبة سيدة جاهدة في استقطاب هذا الجيل الشاب، خصوصا وأنه أنت توصفين بأنك لديك جمهور نخبوي؟ اكتشفت أنه هذا الجيل حقيقة هو مظلوم، يعني عندما يتاح له أن يسمع هذا النوع من الغناء، عندما نلتقي في محاضر ثقافية، في الحفلات، بدأ يكبر شيئا فشيئا هذا الجمهور، وأنا بصير كتير كتير سعيدة فيه وعم بتلقى منه ردود فعل. فن الحقيقة الجمهور جاهدة يعني ينتظر هذا النفس، مشاريعك المستقبلية مشاريع. وبالتالي احنا حتى نعطي للجمهور هذا مشاريع مستمرة وعديدة، يعني في عندي مشروع مؤخرا بلشت فيه وهلا مستمر وعم نجول فيه، اللي هو مشروع الليلة 352، واللي بيحكي عن ليلة من ليالي ألف ليلة وليلة. في ألبوم تاني اسمه ملح وظلال، اللي هو عم نقدم فيه مقاطع وقصائد من العالم العربي والغربي بترجمات، طبعا ترجمة إلى العربية. عم قدم الموسيقى بهذا العمل وبالتعاون مع الأخوين ساري وعياد خليفي، اللي هني عم بيقوموا بالتوزيع لهذه المقطوعات، اللي هو كأنه موسيقى تصويرية للقصائد، هذه القصائد. في كتير مشاريع، أنا إذا مرة الجاي نطلع معكم خبر عن البقية. نحن ننتظر هذه المشاريع بفارغ الشوق. شكرا. وبالتالي أنا أشكرك على هذا اللقاء الجميل، هذا الجلسة الطيبة. شكرا جزيلا. شكرا لك جاهدة وهبي. شكرا. شكرا. إلى عالم الموسيقى الكلاسيكية، حيث برع الملحنان البريطانيان هاري لايتفوت ولي إدواردز في تأليف معزوفة الحراس، معزوفة بلغت الأوج الدرامي في إيقاعاتها بفضل انسجام عازفيها رغم تنوع آلات العزف المستعملة من ساكسفون وكمان وطبل وغيرها. إلى هنا نأتي إلى ختام برنامج فكر وفن، شكرا لكم على المتابعة، دمتم بخير وإلى اللقاء.